تبارك الله على المتتبعين ديالنا، كيصبحتوا كيدرتوا لاباس عليكم، كيبقيتوا مع الصحيحه. هذا خويا اللي كان داك النهار ديال الشفنج، واحد الدريويش، واحد الولد اطيب خلق الله، واحد نيه الله، واحد البركه الله، راه ولد بنيته. وخصكم تباركوا لي المتتبعين ديالي، وهذه البنيته ديالو، عنده جوج بنيتات، وهذه المراه ديالو، وغتتابعونا على الاسبوع ديال مكم نعيمه والعائله ديالها ان شاء الله. تابعونا. هذا صباحكم يا المشاهدين يا المرضيين يا بناتنا يا ولادنا، عواشركم مبروكه. هذا عندي وليدي، راه ولد لي بنيه، وهذه العريسه ديالي الله يكمل عليها. هذا النهار راه عنده اسبوع ان شاء الله، راه حنا فرحين به، عرض الحباب وعرض الخواتات، جاو من بلاد بعيده. دابا خصكم تتابعونا على هذه البركه هذه، تدعيو مع سيدي سعيد ان شاء الله. انت يعطي التحيه للمتابعين المشاهدين، تبارك الله عليكم، خمسة الخموس عليكم، ولالا نعيمة رحبت بينا وكبرت بينا، الله يكبر بها، وتبارك الله عليكم المشاهدين. الله يرحم الوالدين. يلا هاجي هاجي وتعشى. هاجي هاجي. أماكم مشيتو بحالي سلام على رسول الله. قال لي دار خويا ديك البنيته، راه مسكين ناصب الغداء للعائله، وانا ما غنضرك عليكم حتى حاجه. ها انتم ان شاء الله تابعونا تنتغداو ان شاء الله، ونوريكم العاده ديالنا. وراه غير درويش وعلى قد حاله ومسكين، غير واحد 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 الاخ عندي، راني وريت لكم نهار السفنج، حتى دابا ان شاء الله غنشدو حدايا. غير درويش مسكين، غير درويش هو وليداته ومرته. تبارك الله على وليداتي. هذا هو خويا اللي ولد البنيته اللي دابا وريتكم، هاد الدرويش هذا، طلبوا معاه الله يعطيه صحيحه جديده، وهو غيتكلم معاكم ان شاء الله. تبارك الله على المشاهدين، انا درت تبيع بنتي، وراني عرفت على خوتي، على الجيران، لا اختي نعيمه، درت سويديقه، درت سويديقه، الله يكمل عليك بالخير. تبارك الله عليكم. راه درويش مسكين، دعيو معاه يعطيه ربي صحيحه باش يدبب دوك الوليدات. الله يخليكم ليا، الله يحفظكم، تبارك الله عليكم. Thank you.
حياتنا من تواتيك الكباو نسو هيا المشاهدين تواتي سم الجلسة نسو هيا المشاهدين سلاح جديد وحطوه بالي لقيتكم حجاب ولا حجاب حجابكم هو ربي الفوقانا يا Thank you.
اللي تلاح مؤخرا ديال اللي تقديت مولاي ادريس تكتب لي ماشي غير تعليق، ماشي غير جوج تعليق ديال المتتبعين بزاف، وانا كنهضر معاكم وكتعرفوا القناه ديالي ماشي الكذوب، وإلا لقيتو في القناه ديالي حرف واحد الكذوب خرجوا من عندي، بحيث انا كندير لكم غير الحقيقه وكنبين لكم غير الحقيقه. النهار اللي تلقاو راس الابره فيه الكذب ما تدخلوش عندي القناه ديالي، انا طبيعيه ومنكم نعيمه طبيعيه وغتبقى طبيعيه حتى تموت معاكم طبيعيه، والكذوب ما كاينش، حنا ما كنديروش التصوير اللي فيه الكذب. انا هاد الفيديو اللي مؤخر كما كنقول لكم ما قريتش وما كنعرفش، ولاني عندي اللي كيقرا لي وعندي بنت اختي كيفسر لي، وحتى بنت خويا قرات وكل الوليدات تقراو. بالله سعاد ضروره عليا، انا سعاد كانت كي هي كي اختها، كانوا عندي بحال ما كيعيشوش معايا ديما، هما بنات المدينه وانا بنت الباديه. الخط ديال سعاد كما شفتو ما نعاود لكم حتى كلمه وما غنذكرهاش، كما شفتو تابعتوني شفتوني شنو طرالي المشكل اللي كان عندي معاها، وكلمه وحده غنقولها وما كاينش اللي حيدها لي من لساني، وما كاينش اللي ما كاينش اللي منطيه ولا حيدها. بغيت نذكر واحد الانسانه واخا الناس ما باغينيش نذكرها، انا بغيت نذكرها، وثقوا بيا وليدات ثقوا بيا قسما بالله. كنترجاكم القنوات كلكم، القنوات الكبيره والقنوات الصغيره، كنترجاكم وكنترجاكم وكنرغبكم ما تذكروش لالا حاده، انا كنترجاكم لالا حاده ما تذكروهاش بالكلمه الخايبه. لحقاش عشت مع ديك المرا خمس شهور من اطيب خلق الله، نعست فراشها وكليت نعمتها، هذيك المرا موصليه ومدينه، وديك المرا فاش كنسمع شي قناه كتكلم عليها قسم بالله ما كنعش ما كنعش ما كنعش. علاش؟ ما كانش عندي معها المشكل، والفيديو التالي اللي تفرقت معاها تفرقنا، كانت عانقو وكت ما نقول لكمش شنو هي المستوى ديال لالا حاده. لالا حاده غتمشي للجنه على باش حتى انا غتمشي للجنه، ما كتهضرش في الناس، ما موش عويداش، ما مخلويضاش، ما كتكلمش في الناس. لالا حاده اللي محطوطه مع الاوديو اللي تطلق عليا ماشي لالا حاده اللي كتهضر، لا حرام لالا حاده ماشي هي، لا كلهم تحيه ليهم كبيره. انا يوم صالي مع المشكل بقى محيد ابا ما غنهضر عليه لليوم ولا غدا، هو ش الطريق ولا جدي الطريق. ولالا حاده انا كنزوب فيكم وكنقول لكم غتعذبوا غدا يوم القيامه اللي جبت لالا حاده من العارحين. لالا حاده مرا مزيانه، لالا حاده مرا مزيانه، وثقوا بيا كندعي لكم بولادي وكندعي لكم بصحتي وهاد العواشر الى لالا حاده مرا مزيانه. انا الفخ اللي تبناني والمشكل فاش تحطيت ماشي من لالا حاده، انتم شفتو غير طريف راه باقي بزاف، شفتو غير واحد المقطع كيفاش كنت غنتعرض لشحال من المشاكل، وانا دابا كنسامح لاي واحد حطني في المشاكل. ولكن يا السيده هادي عمرها ما درت معايا مشكل، وجات عندي وطلبت مني التصوير وتصورت معاها كما كتشوفوني المتتبعين دياولي، وبغيتها ما قدرتش بالله نرفض بنت خويا دمي ولحمي، ماشي بعيد عليا دمي ولحمي، وعمرها ما عادتني. هاد السيده هادي كانت دايره فيا واحد الخير وما غنكذبش عليكم، بغيت الله ما يشفعش فيا، كانت تزوجت واحد البنيته وما قدرتش نجوجها، المصاريف غلات عليا وعاونتني فيها ماديا مزيان، وبغيت نرد لها الخير ديالها وما لقيتش القوه باش نردو قبل لي يكون تصور قبل تكون عندي القناه. البنت اللي ولدت لي دابا، البنت اللي دابا ولدت لي وما كانش عندي القناه، دارت معايا داك الخير بلا قناه، دابا فاش دارت القناه وما تحسنش شويه وجات عندي، انا براسي ما غنحسنهاش، نتوما اللي غتحسنوها معايا، انا ما بيدي ما فيدي، الله اللي كيحسن ونتوما. فاش جات التعليق ديال الفيديو المؤخر ما قبلتوهاليش، واخا هي جالسه حدايا وبنت خويا، ملي ما قبلتوهاش المتتبعين ما تخدمش معايا، وهي غتكلم وردوا علينا، واللي قلتوها لي نتوما راني هي اللي غندير. واخا يبغي يطيرها مني انا ما نكلش المشاهدين ديالي كنرضيهم، ما عندي ما ندير لها،
وهي هي غتكلم على لسانها وانتم غتحكموا علينا. وتبارك الله عليكم وانا كنعرفكم راكم مزيانين ملي قبلتوني وبغيتوني وقلبكم كبير وانتم اللي انتم كلشي. انا غنخليها هي دابا تهضر وسمحوا لي الا قلت شي كلمه في حق لا حاده. سمحوا لي. السلام عليكم المتتبعين، سمحوا لنا على حسب ديك التعاليق ديال داك النهار، راني انا بقيت مصدومه على التعاليق ديالكم ديال المدينه. راه عمتي هي بالاذن ديالها انا هضرت، سمحوا لي بزاف. وانا راني ما كنقصد ندير لعمتي حتى شي حاجه، ندخل شي سوسه ولا شي حاجه قبيحه. الا ندخل راه عند انا عندي وليداتي وعندي صحتي، وانا هذيك المشاكل اللي كانت دايزه مع سميره، هذيك سميره اختي بوحدها وانا سعاد، انا سعاد وهذيك سميره وهذه عمتي. وانا كما تيقولوا انا جيت في وسط المشاكل وجيت في هذه الموجه هذه، انا ما دايره لا بيدي ولا برجلي، انا راني كلشي كنبغيه وكلشي مزيانه معاه. الله يسمح لينا جميع. كنا مثلا هاد عمتي كاع غلطت معاها شي نهار، انا غلطت مثلا معاها ولا غلطت عليا ولا شي حاجه، تنقول الله يسامحني يسمح لي مثلا. الله يجعل قلبنا سميح ولا يجعلنا ديما نتسامحوا ودين. ما خصش الانسان راه ربي الا قلتي له سمح لي كطلب منه يا ربي تسمح لي كيسمح لك في الحراك العبد ديالو. حنا غير عباد الله تحت الارض، ما خصناش نبقاو نقولوا هذا قبيح ولا ندعموا. كما قلت لكم ذاك النهار ندعموا، شي ندعموا شي نوقفوا معاه ولي الله يسر الجميع. وشكرا لكم، وراه دعمتني عمتي تبارك الله الحمد لله. بدات كتطلع شويه اللهم لك الحمد، وانا بكم كما تنقول لكم واقفه. وهاد عمتي هذه هي اللي خطا عليا ولا قصده شي حاجه انا قبيحه، راه ربي جازيني. انا راني مرا غنيه ومرا ربانيه ومرا غاديه غير دغريه، اللي شافني انا كما تيقولوا كنهضر يقول هذه راه كطيرها السما. انا راه سولوا عليا فاس، لو كان ينوطي عليا فاس كامل راه كله يمكن ينوطي عليا كله كما تيقولوا الجان، راه كلشي كيبغيني وكلشي كيحماق عليا فاس كامل. وما نقولكمش انا زوينه، حيت الكمال لله وحده، راه حتى واحد فينا ما زوين في الدنيا، راه كلنا مسيرون ومشي مخيرون. وشكرا لكم بزاف بزاف وسمحوا لي بزاف. دابا هذا هو راه تابعونا ان شاء الله غنغديو ان شاء الله الناس. وتبارك الله عليكم هاد السيده ديال خويا راه مسكين عاد مشى جاب الخبيز من السوق. الله يجعل سيدي ربي يوقف معاكم. شكرا للمشاهدين، السلام عليكم.